وخلال زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بزيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية. وخلال الزيارة استمع سموه إلى شرح من كبار المسؤولين في الهيئتين الإدارية والطبية حول الخدمات العلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى للأطفال المصابين بمرض السرطان، حيث أثنى سموه على الجهود الإنسانية والطبية التي يقدمها المستشفى لمرضى السرطان، وهي جهود تستحق كل الدعم والإسناد لمنطلقاتها النبيلة والسامية التي تنسجم مع التوجيهات الخيرية، متمنيا سموه لهم التوفيق في أعمالهم الإنسانية. هذا وقد أعرب المسؤولين في الهيئتين الطبية والإدارية بمستشفى 57357 للأطفال مرضى السرطان عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة على دعم سموه وإسناده للأعمال الخيرية في مختلف المجالات ودعم سموه لمستشفى سرطان الأطفال بمصر. حبينا نشكر مستشفى سرطان الأطفال 57 على هذه الرعاية الكريمة اللي هم يرعون للأطفال. فالحقيقة ما شهدناه اليوم اللي هو رعاية كبيرة واهتمام كبير بالأطفال، فلهم المزيد من الشكر. والتعاون ما بين المستشفى ومملكة البحرين في مجال الصحة ومجال التعليم وفي معالجة هذه الأمراض الحقيقة اللي هي يعني يؤسف الواحد لما هو يشوفه. فالله يشفي كل طفل إن شاء الله اللي احنا شفناهم اليوم، وإن شاء الله أن احنا نشوفهم بخير وصحة وسلامة. ونشكر المستشفى على تعاونهم معنا وعلى استقبالنا اليوم.